طيب ده كده حق الايجار واضح عندك؟ ده حتبقى كده دايره من 20 دولار. عليك الله والله. خلاص طيب طيب كده دي الكهرباء كده دي المويه هلا كده الاكل والشراب وده والله سيد اللحمه داير مني شفت والله حل البيغالي برضه مديني من مره ما حد اولاد المدارس ما حد الاكل والشراب طيب 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 شوف المهيه دي انا بعرف اوزع لك كويس المهيه دي وقفي وقفي طيب دقيقه دقيقه طيب. نقول اول حاجه الاكل والشراب جاهز عندي؟ عندك الاكل والشراب عندك الكهرباء طيب كده الترحيل الترحيل ده عروضه الايجار الايجار طيب 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 اخر واحده اخر مره قلت يا خزات طيب نقول ده الايجار ونقول ده العلا الترحيل ده على المدرسه المدارس الاولاد مطرودين نسيت المدارس ما حد الفك ما هي دي تصلحها بجاي تخسر بجاي ما هي بالعواسي جديدة والله العظيم مشكلة انت يا عواد مش لك شغلانة تاني بعد الظهر يعني اشتغل كيف يعني اشتغل بعد الظهر يا اخي رأي الموظف كبير يا اخي في سكيل 5 اشتغل بالظهر كيف يعني العمل هامشية ساعي يا اخي هاي والله شو ترى البخيتة ده والله شغال بالظهر ده القلاد ده هبدله هنا والله وعنده هنا مشتري له وانا عليك يتعترض والله يا عواد يتعترض؟ هاي والله لا 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 رأي 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 موظف كبير يا اخي سمعتي في الوزارة يا اخي ما ينفعش لكن الوزارة دي ما كفتنا يا عواد لا 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 هي موظف كبير يعني كيف اشتغل يعني اشتغل بالظهر قال وقلت له بالله صبر لسه في الوزاره لسه في الوزاره شو شنو والله موظفين دول تعبانين يا اخي تعبانين شديد يا اخي تعبانين شديد والمرتبات كيف المرتب ده خلي قصته براء ليه بتستلموا بيجاي بتخطوا لناس البوفي 150000 واو لا يا اخي يعني مرتب فول مرتب فطور بس ما في حل ثاني لكن والله حاب اشوف لك حل بفكر هسه اشوف لي حاجه بعد الظهر والله يا عوض احسن لك تسمح كلامي والله شفت ابراهيم راي الخديجه دي شغال بالظهر ده الجلاد دهب من هنا ليه هنا وعندهم كده عطرت وعفش ما شاء الله واولادهم في مدارس خاصه عوض ايوه شايفك بتبني الطبقه الثاني والله هو بنشطب الحمد لله كله فضل من الله ولسه انا قاعد ابني هناك برا في المدينه الجديده اللي بيعملوا فيها دي هاي برضو عندي حاجه كده بشطف فيها دوفت على العربيه الواقفه برا البيضه هاي الكوريلا البر دي الكوريلا البر لكن الاتوس جوا حقت المدام لا 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 والحمد لله الحمد لله الله ربنا يزيد ويبارك من وين انا ما اشتغلت لي في الشركه بتاع الترحيلات كده ترحيلات هاي ترحيلات يعني ننقل البشر الناس انتوا عارفين قد ايه بتترحل يا اخي ترحيلات ثقيله شركه في المطار المين البري وين لا لا كلنا بنشتغل يعني المين البري السوق الشعبي الناس كلها ترحيلات يا سلام هاي كده لك حق هاي ترحيلات ثقيله بعد الظهر زياده لشغلك مش عاوز هاي 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 لكن هسه مفكر اخلي الشغل ذاته لانه بيزعجني يعني فترحيلات يا زول شغالين ترحيلات بس لا تمام اهو مشيت المحامي وسجلته دي القطعه باسمي شوفيها في حي المطار يا سلام ان شاء الله تكون على الزلط يا عوض على الزلط وناصيه تقال لها هاي دي قطعه كبيره حلو لان عندي مشروع كده ما يخلص ده بس تمام المهم تتصرف فيها التصرف الدائره ودي بقى القطعه بتاعت حي الشاطئ باسم الولد الصغير يا سلام يا عوض دي قطعه البيت تمام التمام في حي الطراوة شايف حي الطراوة برضو ناصية وفيها 5 دقاقين ما شاء الله يا عوض والله جالك كلامي يا عوض ايوه لا 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 تمام ودي القطعة بتاعتي وبعد ده نخلص الطابق اللي فوق والله يا عوض ما شاء الله الحمد لله ما شاء الله والله يا عوض ها شفت يا عوض شفتي انت شفتي انت غيرنا العربية كمان ايوه ايوه والله انا يعني كمان يا عوض يعني عندي طلب لا تفضلي تامري تامري انا بس دايرك تزيد لي شويه الذهب ده يعني يا عوض ازيد لك الذهب هاي ازيد لك الذهب وازيد لك الفضه ذاته الشركه بتاعت شنو قلت لي ترحيلات شغالين ترحيلات ثقيله
عربي 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 عربي. باري 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 با